قد دخلتي بيتك وحسيتي نفسك في داخل جنينة؟ بالله اسمع الحكاية هذه. واحد يوم قررت أسوي ملوخية بوراني اللي هي المرقة، فنقص علي غرض في البيت، فقلت لي بنتي أنا هروح السوبر ماركت بسرعة أجيب الغرض وارجع، فأنتي أبدأي. هي تحب الطبيخ، فقلت لها أبدأي حمصي الملوخية لحد ما أجي. رجعت البيت، فتحت الباب، في شيء غريب، حس نفسي في جنينة، ريحة نعناع. دخلت بشوف ايش الحكاية، لقيتها حبيبتي مسكينة ما عرفت تفرق بين النعناع وبين الملوخية، فحطت لي النعناع وقعدت احمص له. المهم خلاصة الكلام الملوخية راحت علينا الحمد لله، وما صار في غدا فاضطرينا ناكل دليفري. هذه هي كانت اخرتها. انا هتون وهذه هي حكايتي، شاركونا حكايتكم على اللينك اللي على الشاشة.